خاص خصه السيد البرلماني المحترم والمنسق الإقليمي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار لثلة من رجال الإعلام بمدينة مكناس بمناسبة انعقاد اللقاء المؤتمر التأسيسي للمرأة التجمعية الذي انعقد بفندق تافيلات عشية يوم السبت 28 مارس 2015. في البداية نرحب بك السيد، أو أنتم ترحبون بالإعلام السيد البرلماني المحترم. شكرا أخ، مرحبا بكم. كنشكرك على هذا الانفتاح مع رجال الإعلام المحلي أساسا. والسؤال الأول، أي تصور للأستاذ بدر الطاهري حول تنظيم هذا اللقاء في هذا الوقت بالذات؟ شكرا أولا على الالتفات. أود في البداية أن أؤكد لك أن في جميع المراحل ندعم الصحافة المحلية لأن هي اللي تبقى من طرف الساكنة ديال مكناس. إذن اليوم مؤتمرنا مؤتمر المنتمر للمرأة التجمعية جاء في واحد السياق ديال تجديد هياكل الحزب، وجاء بعد يعني تعييني منسق لمدة شهر ونص بعد سلسلة من الاجتماعات اللي يعني أسسنا فيها واحد العدد ديال الفروع، وجاء كذلك لإعطاء المرأة حقها. والرسالة ديال المؤتمر هو أن المرأة التجمعية والمرأة المكناسية والمرأة المغربية عندها القيمة ديالها داخل التجمع الوطني الأحرار منذ تأسيسه 1978. المرأة كذلك برهنت على كفاءتها وعلى إنجازاتها سواء داخل الحزب أو داخل المؤسسات عامة في المغرب. وهذا اليوم كان يعني حفل وعرس كرمنا فيه جملة من النساء اللي عطاو هذه المدينة، وهذا دورنا كذلك كشباب أننا نكرموا النساء اللي ضحاوا وعطاوا الحزب التجمع الوطني الأحرار. سؤال آخر أستاذ بدر، نحن مقبلون على الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله، والتي نتمنى لكم كامل التوفيق فيها إلى جانب أحزاب جدة التي تدافع عن مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى. كيف تتصورون داخل حزبكم الكوطة للمرأة والكوطة للشباب؟ أولا أحسن جواب على هذا السؤال هو مؤتمر اليوم. نحن لا نريد المرأة تشكل فقط رقم انتخابي، ولكن أنا لا يمكنني أن أتكلم عن الاستحقاقات المقبلة. هذا عرس وحفل ومؤتمر في إطار تنظيم الحزب وهيكلة الحزب، وليس يعني عملية ديال عندها علاقة بالاستحقاقات المقبلة. وفعلا كما قلت يا أخي، حزب التجمع الوطني الأحرار حزب قوي في مكناس وحزب قوي في المغرب، وما غيقدر حتى شي واحد يعني ينكر هذا واقع. وخلق للدفاع عن حقوق المواطنين وعن مصالح المواطنين بعيدا عن المصالح الشخصية والاستفادة، فهذا واقع كذلك. إذن التجمع في نفس التوجه في الاستحقاقات المقبلة سيقدم برنامج واضح للمواطنين حتى نتعامل بشكل آخر، وسيوضح للمواطنين كيف سيدافع عن حقوقهم وماذا سيقدم لهم في استحقاقات المواطنين. عندي سؤال آخر وأخير وليس بالأخير، لنا الزملاء الحق أيضا بطرح الأسئلة ديالهم. لاحظت وأنا أتجول بين صفوف المؤتمرات أنكم ركزتم اليوم على نخب شابة ووجوه جديدة، فهل يمكن اعتبارها استراتيجية ينهجها تنهجها التنسيقية الإقليمية خاصة
وفي بعدها الجهوي أساسا. بالفعل اليوم كان لقاء نوعي من حيث الأطر ومن حيث يعني النساء اللي حضرت اليوم معنا، وهذا فعلا ماشي استراتيجي ولكن هذا توجه الحزب والانفتاح على الكفاءات وعلى الأطر وعلى النساء وعلى الشباب. إذن هذا توجه ديال الحزب اللي خداه منذ المؤتمر الخامس اللي تعقد في شهر أبريل 2013، وفي نفس التوجه يعني اليوم عقدنا لقاء نوعي وكانت حاضرة معنا أطر شابة، وهذا مفخرة لنا يعني زاد افتخار ديالنا بأنه حضروا شابات أطر. وإن شاء الله بالنسبة للاستحقاقات المقبلة سنقدم منتوج جديد بالنسبة للمكنسة، منتوج يعتمد الكفاءة، يعتمد النزاهة، يعتمد برامج تنموية. إذن هذا هو التوجه ديالنا في الحزب في التنسيقية المكنسة. إذن مرحبا بك سيدي بدر في هذا الحوار القصير الذي نشكركم على قبول هذه الدعوة. كنا بينكم وكنا من الإعلام الذي أرخ لهذا الحدث التاريخي الذي عرف يعني حضور نوعي للمرأة. من طبيعة الحال كانت من خلال التساؤلات التي جاءت على بعض عند بعضهن معاناة تشمل يعني عدة مجالات، ما هو اجتماعي، ثقافي، بيئي إلى آخره، إلى أن يعني ما أثار انتباهنا هو سؤال إحداهن تقول يعني في حالة يعني كان هناك استحقاقات في صالح الحزب، هل يعني الوعود التي سوف تضربونها يعني تعيدون بها؟ فعلا كانت تفاعلات بالنسبة لي إيجابية وغالبها نتفق معها. فعلا مدينة مكناس تعيش تهميش منذ واحد سنوات، عدد من السنوات، ولكن بالنسبة لي ما خصناش نرجعوا، خصنا نشوفوا القدام كما قلت في الكلمة ديالي. فعلا هناك مشاكل ديال المناطق والأحياء ديال مكناس، فيها سيدي بوسكري، سيدي بابا، برج مولاي عمر، يعني جميع أحياء الكاريان، المدينة القديمة، المدينة العتيقة اللي وصلت لواحد المحل اللي هو يعني مؤسف، حتى هي خصها ترميم وخصها واحد العدد ديال الأشغال ديال التبليط باش تكون في مستوى المدن العتيقة ديال الأخرى اللي كاينة في المدن الكبرى. ولكن هذا ما كانش موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم كان تنظيمي، والإطار اللي عقدنا فيه المؤتمر هو يعني إطار تنظيمي حتى نتواصل مع النساء حتى تكون تمثيلية ديال النساء اللي تمثلنا في الحزب. هذا يعني مرحلة تدشين، مرحلة تدشين اللي غادي يعني هذا التنظيم يلعب دور ديالو في قوة اقتراحية وسيساهمنا في برنامج التنموي ديال مكناس إن شاء الله اللي غادي يعالج هذه المشاكل إن شاء الله كاملة. أنا لا أقدم وعود، أنا يعني احنا اليوم كحزب عندنا فعلا برنامج، ولكن افضل ان لا اتكلم عن الانتخابات حتى يجي وقتها ونعود. من طبيعه الحال هذا الحضور الذي عرفه هذا اللقاء في مساء هذا اليوم في هذا الفندق الرائع فندق تافيلات، يعني ربما من ورائه يعني تهيئ وكذلك مواكبه ويعني التتبع للوضع الاجتماعي وكذلك للمناضلات داخل الحزب، وكذلك ما ميز هذا اللقاء هو تكريم، هو يعني ثقافه الاعتراف التي يعني ما فتئ حزبكم يعني يوليها الاهتمام. ومثل الحال يعني العدد الهائل الذي عرف التكريم لمناضلات ولزوجات مناضلين، يعني نريد كلمه في هذا المجال. إذن لقاء كهذا المؤتمر اللي تخصص للنساء لم يكن بالنسبة لي ناجحا لولا كرمنا هاد النساء، سلم من النساء اللي عطاو للمدينة. وفعلا كاين زوجة ديال الحاج علي متازي الله يرحمه اللي هو أب ديالنا في الحزب
الله يرحمه الوالي برحمة الله، كان سبق له وزير، سبق له رئيس، سبق له واحد العدد ديال المناصب وعطى المدينة ديال مكناس. وكنا يعني اليوم لم هذا اللقاء ما كانش غادي يكون ناجح كون ما كرمناش الزوجة ديالو، وهي عبرت لي عن السعادة ديالها على الوضعية الحالية ديال الحزب، وقالت لي بالحرف غادي نقول لكم شنو قالت لي. قالت لي برافو ولدي، هكا بغينا الحزب ديالنا يكون. إذن حتى أنا كنفتخر بهذا الكلام، وكذلك كانت يعني واحد جملة ديال النساء سواء في الميدان الجمعوي، سواء في عاملات في ميدان التعليم، في الصحة، واحد العدد ديال النساء اللي كرمناهم، وهذا واجبنا حنا كحزب أننا نعترفوا اللي كيخدم، ونعترفوا اللي كيبذل المجهود، ونعترفوا اللي كيضحي، لأن حتى حنا واحد النهار غادي نحتاجوا اللي يجي يعترف لينا بالتضحية، ويعترف لينا بالمجهود، ويعترف لينا بهذا الشيء اللي كنديروا. إذا لأكون زيد موجز وأترك الفرصة لزميلنا الإعلامي، من طبيعة الحال مدينة مكناس تعرف ورشا كبيرة. هذا الورش منه ما هي يعني كانت مقترحات سابقة، وهناك كذلك مقترحات الهيئة الجديدة على مدينة مكناس تسعى إلى خلق من مدينة مكناس ورش إلى آخره. يعني أين يتجلى انخراط حزبكم في هذا المقترح المجتمعي الكبير؟ مخطط تنمية مكناس الكبير جاء بمبادرة السيد عامل عمالة مكناس ووالي جهة مكناس تفيلات، ولكن واحد العدد ديال الفاعلين السياسيين كانت تنادي به من قبل، وحنا منه كحزب التجمع الوطني الأحرار. وحزب كحزب التجمع الوطني الأحرار اللي هو حزب كبير وفيه كفاءات وأطر عليا، لم يكن ممكن أن يبقى متفرج في هذا المخطط. وطبعا لعبنا الدور ديالنا كقوة اقتراحية، وقدمنا الرؤية ديالنا والتصور ديالنا في هذا المخطط، اللي جزأناه على جوج ديال الأجزاء. شخصنا أولا المشاكل اللي كتعيش المدينة، وعطينا الحلول الممكنة، وكذلك كانوا اقتراحات ديال مشاريع كبرى مهيكلة ومناطق صناعية، مشاريع ثقافية كالمسرح الكبير، كالمكتبة المركزية. يعني كان واحد العدد ديال المشاريع اللي اقترحوا الإخوان، ومن هذا المنبر لابد أن أشكرهم. هادو مجموعة ديال الشباب ديال واحد المناضلين اللي كيشتغلوا في الخفاء، واجتمعنا لمدة 4 أيام من الصباح إلى المساء، وكما تيأديو الدور ديالهم والواجب ديالهم تجاه هاد المدينة، وإن كان يعني هاد الشيء غيرة منهم لهاد المدينة اللي عزيزة علينا كاملين. هل من كلمة أخرى؟ برنامج ديال المنسق هو برنامج مازال طويل. احنا شرحنا في العمل ديال الهيكلة الحزب، كما كتعرفوا راه كاين واحد العدد ديال الفروع تؤسس اليوم، وكاين يعني برنامج تقريبا عندنا جوج الفروع في الاسبوع. بدا مثلا عندنا فرع ديال سيدي بوسكري، وحنا يعني خدينا على عاتقنا هذه المسؤوليه، وغادي نتبعوها حتى النهايه، وغادي ننجحوا فيها ان شاء الله. اذا نشكركم سيد. قبل سؤال اخير اذا سمحتي استاذ بدر، بخصوص اليوم كنعرفوا ان هناك مجموعه من الشباب العاطلين بمدينه مكناس، والنسبه اللي صرح بها والي الجهه عقب اللقاء الأول ديالو مخيفة نوعا ما. صرح بأن هناك 18% من الشباب المكناسي يعاني البطالة، والرقم الوطني هو 9%، إذن هو الرقم أكثر من نسبة